هذا ويواصل مطار العريش استقبال الطائرات التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية من الدول المختلفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث استقبل مطار العريش اليوم طائرة أردنية بها عدد من المساعدات الغذائية ومواد الإعاشة. على جانب آخر، يواصل معبر رفح استقبال شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة، بالإضافة لاستقبال الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني، فضلا عن استقبال مزدوجي الجنسية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من العريش. يعني بداية وبعد التحية، أطلعنا على أبرز التطورات لديك والمشهد لديك في المعابر. نعم، بعد التحية، لازالت الجهود مستمرة فيما يتعلق بوصول المساعدات وأيضا إدخالها عبر معبر رفح لإيصالها إلى قطاع غزة. اليوم مطار العريش لازال يواصل استقبال الطائرات التي تحمل العديد من المساعدات الإنسانية والغذائية من الدول المختلفة. مطار العريش اليوم استقبل طائرة أردنية على متنها 13.5 طن من المواد الإغاثية وأيضا الإيوائية والمعيشية، وهذه الطائرة تعد هي الثانية لليوم الثاني على التوالي للأردن، حيث وصلت الطائرة للأردن أمس على متنها 6 أطنان من المواد الطبية. لكن اليوم كانت المساعدات غذائية وخاصة بمواد الإعاشة، بالإضافة بالطبع إلى أن يعني مطار العريش ليس فقط لاستقبال الطائرات، ولكن أيضا لاستقبال العديد من الوفود أيضا والمهتمين دوليا بمتابعة هذه المساعدات، حيث استقبل اليوم وزيرة الخارجية الهولندية برفقة وزير التجارة الهولندي لتفقد المساعدات والوقوف أيضا على التعاون الذي يتم ما بين الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة في إيصال هذه المساعدات. ثم انتقل إلى معبر رفح لتفقد الشاحنات والمساعدات هناك، وأكدوا على يعني الجهد المصري وأشادوا بالجهد المصري وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالسعي دائما إلى وقف إطلاق النار والهدنة وأيضا إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وأكدوا على زيادة المساعدات الخاصة بهم بما يقارب 25 مليون يورو. أما الجانب الآخر أيضا، في معبر رفح اليوم كان على موعد فيما يتعلق بتدفق الشاحنات والمساعدات لإدخالها لقطاع غزة. صباح هذا اليوم هناك يعني 73 شاحنة دخلوا بالفعل إلى معبر العوجة، تم تفتيش هذه الشاحنات للدخول إلى الجانب الفلسطيني. ثم بعد ظهر اليوم كان دخول 29 شاحنة لمعبر كرم أبو سالم، ويعني منذ قليل وصل إلى الجانب الفلسطيني بالفعل ما يقرب من 95 شاحنة. هذا بالإضافة بالطبع إلى الاستمرار في استقبال المصابين. معبر رفح اليوم أيضا استقبل 15 مصابا، يتم تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم ونقلهم في سيارات الإسعاف المتواجدة خارج وداخل المعبر، نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء إذا كانت العريش أو حتى الشيخ زويد أو بئر العبد، بالإضافة بالطبع إلى مزدوجي الجنسية. نتحدث عن أن معبر رفح اليوم استقبل أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية. هؤلاء بالطبع يدخلون عبر معبر رفح بعد انتهاء كل الإجراءات الميسرة لهم. فنحن نتحدث عن نقطتين هامتين اليوم، مطار العريش ومعبر رفح الذي لا يزال يستقبل أيضا وتتدفق من خلال معبر رفح كل هذه الشاحنات بالتعاون والتنسيق بالطبع المستمر من قبل الهلال الأحمر المصري، ولازالت أيضا سيارات يعني الإسعاف التي تأتي من الدول المختلفة. كنا نتحدث عن سيارات إسعاف أتت من المملكة العربية السعودية أيضا تدخل من خلال معبر رفح المصري. أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش.